قناة فرانس 24 تستنكر وشد اعتقال السلطات الجزائرية لمراسلها السابق منصف آية قاسي وزميله التقني رمضان رحموني، وتطالب إدارة فرانس 24 السلطات الجزائرية بالإفراج عنهما فورا. أفرجت السلطات الجزائرية عن مراسل فرانس 24 السابق منصف أيد قاسي وزميله التقني رمضان رحموني بعد أن كانت أوقفتهما أمس ووضعتهما رهن الحبس المؤقت. ختام جولتنا الإخبارية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.